طيب، في وسط كل الجدل اللي بيثار والكلام اللي بيتقال عن الأهلي والأهلي بيتجامل وفلوس الأهرام، فجأة تجيلنا شهادة من العالم الآخر. فات قد إيه؟ من 2014، يعني إحنا فات 10 سنين على خروج مؤسسة الأهرام أو وكالة الأهرام للإعلان من سوق الرعاية الرياضية بتاع الأندية وتحديدا النادي الأهلي. هي مش خروج، هي ما بتكسبهاش. ما هي يعني بتدخل المزاد وما بتكسبهوش، فمش هي الراعي للنادي الأهلي من 2014. ورغم مرور 10 سنين كاملة، كان قبل الأهرام أو قبل 2014 تقريبا 250 ألف كان آخر عقد للأهرام في السنة؟ لا، في الأربع سنين. حاجة زي كده. 250 مليون. 250 أو 200 مليون. الدورة اللي بعديها على طول زاد الرقم إلى نص مليون، نص مليار، ثم إلى أكثر من مليار. يعني في الأربع سنين بس الناس، في الأربع سنين طبعا، العقد مدته أربع سنين، بس أنتم متخيلين إنه القيمة بتتضاعف أكثر من الضعف، ومع هذا ما زال الاتهام أصل الأهلي جاب فلوسه من الأهرام، مع إنه الأهرام هو اللي جاب فلوسه من الأهلي. لكن فجأة نسمع شهادة مهمة. أنا ليه بقول لكم شهادة من العالم الآخر؟ لأن هي كان أدلى بيها الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ مرسى عطلة، اللي وفاته المنية السنة الماضية، لكن كان على التليفون أعتقد في مرة مع الزميل سيف زاهر فيما أذكر، وسأله عن فكرة إن أنت موجود في الأهرام وكابتن حسن حمدي مدير الوكالة. هي الوكالة بتدي الأهلي فلوس؟ هي الوكالة بتخدم على الأهلي؟ خدوا بالكم حاجة، أستاذ مرسى عطلة الله يرحمه قبل ما يكون كان رئيس نادي الزمالك، هو أصلا قطب زملكاوي قديم ورئيس تحرير لمجلة الزمالك وعضو مجلس إدارة الأهرام لسنوات طويلة، ثم رئيس لمجلس إدارة الأهرام. واللي يفهم مجلس إدارة يعني ده التوب بتاع المؤسسة، داخلة تحت الأمبريلا بتاعته كل الوكالات والإصدارات، يعني كل جرنان، كل مجلة، كل وكالة، كل إدارة داخل الأهرام الهيد بتاعها رئيس مجلس الإدارة ومعاه أعضاء مجلس الإدارة وبتحاسب أمامه. فكان الأستاذ مرسى عطلة رئيس لمجلس الإدارة، وقبل كده لسنوات طويلة كان عضو مجلس إدارة، يعني مراقب ومتابع هل كان فعلا رئيس نادي الزمالك شاهد على إن الوكالة بتدي فلوس للنادي الأهلي. نشوف هذه الشهادة من الأستاذ مرسى عطلة الله يرحمه. حضرتك والكابتن حسن حمدي في مؤسسة واحدة، وحضرتك على كرسي نادي الزمالك وهو على كرسي النادي الأهلي، هل ده كان بيجمعوا نوع من المناوشات أو يعني الهزار، ولا ما كانش فيه حديث في الكورة؟ إطلاقا علاقات ود، واسأل حسن حمدي واسأل محمود الخطيب، وقد كان أيضا من المسؤولين معايا في الأهرام، ولم يحدث حتى ان انا كنت بتدخل، حتى لدرجه ان كابتن بتقول ان وكاله الاهرام للاعلان اللي مسؤول عنها الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب بتجامل الاهلي وبتجامل لعيبه النادي الاهلي في الاعلانات. انا كنت بقول ان الفيصل هنا مصلحه الاهرام، وهنا يجب ان انا اقول ان كل من عليه في عمله انه بينزع انتمائه الرياضي، ثم ان احنا انا بعتقد ان انتعاش خزينه الاهلي بيؤدي لانتعاش خزينه الزمالك، والعكس صحيح في امور كثيره جدا. وكل ما جرى التصاعد، وانا عايز اقول لك من بين لما تغيرت لغه المنافسه الى مضاربات، النهارده احنا شفنا ارقام فلكيه ما اعتقدش، يعني وانا طبعا يعني اعتبروني دخيل على الوسط الرياضي لما بتكلم، لان انا خارج اللعبه حاليا. انا بقول لك ان الارقام اللي بتتقال في اثمان اللاعبين هي نتيجه ان احنا فتحنا سوق مجازات ما بين الاهلي والزمالك. انت حضرتك عايز تقول ان الرقم اللي كان بيدفع في النادي الاهلي في هذا الوقت هو رقم طبيعي وليس فيه مجامله، وده كان حق الاهلي في التوقيت ده وحق الزمالك في التوقيت ده؟ لا، انا ما بوصلش للتقييمات دي.
انما انا بقول ان انا بيحكمني مصلحه. كون انا الورق اللي قدامي بيتقال لي ان فيه جاي معلنين هيغطوا العرض بتاع النادي الاهلي باعلانات كذا. المعلنين بيغطوا عرض الزمالك بكذا. الكلمة الحاسمة للمسؤول الأكبر في المؤسسة اللي كان بيقول ما كان يجمعنا جميعا مصلحة الآراء. أنا ماليش دعوة بقى، دي بتمثل حقيقة التقييمات بتاعت كل نادي ولا لا، إنما اللي مؤكد مصلحة الآراء اللي كان بيدفعه كان بيحقق بيه مصلحته. فهو ده اللي بنقوله لكم يا اخوانا، الاهرام مش بيبقشش، الاهرام بيخش بيدنج مزاد مع مؤسسات اخرى وكالات اخرى بيبقى حريص ياخدها، لانه اذا دفع 100 مليون بيسوق ب 300 مليون، واحيانا بيبقى مسوق قبل ما يخش المزاد عشان يعرف هيقف فين. هو خلاص عارف ان في عايز اجيب كذا من المشروبات الغازيه، كذا من الجبن، كذا من المحمول، كذا من العربيات، كذا، بيبقى عارف كل قطاع عارف رايح فين، حاطط له البالك بتاعه. انا مثلا اقدر اسوق ب 300 مليون، يبقى انا ممكن ادق لحد 120 130 140 150 مليون. ده اللي كان بيحصل. فأدي شهادة الرجل الأول اللي كان رئيس كابتن حسن.